ما تيجي نقلب الآية ومرة نبدل الأدوار وكلك وقتها مرايا تبين لك مدى الأضرار. ما تيجي نقلب الآية ومرة نبدل الأدوار وكلك وقتها مرايا تبين لك مدى الأضرار. نوضح لك مدى عيوبك عشان تعترف يوم بيها ساعتها تحس بذنوبك وكم غلطة بعديها. نوضح لك مدى عيوبك عشان تعترف يوم بيها ساعتها تحس بذنوبك وكم غلطة بعديها. هوافق أبقى في مكانك وأشوفك مرة في مكاني وهتكلم على لسانك وتبقى انت اللي سمعاني ونعرف من علي مجني ومين كان جانع التاني. سمعة ومن ما سمعش غير صوته. أقل ما فيها عيش دورك وألمح مرة حنية وأحس في مرة بغرورك وأشوف بعينيكي لو ثانية. أقل ما فيها عيش دورك وألمح مرة حنية وأحس في مرة بغرورك وأشوف بعينيكي لو ثانية.